زبائن الكرام، يؤسفني أن أشعركم بأن هذا اليوم هو آخر يوم في مطعم نزوى الخير فرع حي التراث. بسبب الظروف الراهنة وبسبب قرارات اللجنة العليا وبسبب جشع المؤجرين وعدم التساهل معنا حصيلة هذه الإجراءات، إن نغلق المطعم. وضعت فيه كل ما أملك، وضعت فيه كل الجهد، وضعت فيه كل ما أدخر، كل ما أدخرته من السنوات الماضية وضعته هنا في هذا المطعم. 20 يوم فقط من تاريخ الافتتاح وتم الإغلاق الحظر. لم يكتفي المؤجر برفع بقيمة الإيجار، وإنما ذهب بنا إلى القضاء. هذه هي النتيجة. أتمنى هذه الرسالة توصل للجهات المعنية. قصمت ظهورنا قراراتكم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.